السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبر السابقين الأولين. إذا 79 حتى 83. إذا تحليل المحور الأول: تعريف السابقين الأولين وبيان صفاتهم. من هم السابقون الأولون وما هي الصفات التي تميز؟ إلا قريتوا غير هذه البداية ديال الفيديو راه أفكار مهمة وتهمكم تفهموا الدرس مزيان. تعريفهم: السابقون الأولون هم مجموعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين كانوا سباقين إلى دخول الإسلام، ومن أسماء بعضهم هناك خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، علي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق، زيد بن حارثة، عثمان بن عفان، بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، خباب بن الأرس، الأرقم بن أبي الأرقم، عمار بن ياسر، وغيرهم من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. بصفة السابقين، ما هي صفاتهم؟ أنهم كانوا سباقين إلى الإسلام وقبوله، الإخلاص لله تعالى وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ضحوا بأنفسهم وتحلوا بالصبر الكبير، التضحية بالمال والإنفاق في سبيل الله والتضحية بالأنفس كما سبق. المحور الثاني: معاناة السابقين. تلقى السابقون أنواعا كثيرة من الإذاية والتعذيب فصبروا على ذلك، وكأمثلة على ذلك الصبر على العذاب، فمنهم من كان يضرب بالسياط، ومنهم من كان يوضع تحت حر الشمس الشديد، والصخرة الكبيرة موضوعة فوقه. الصبر على التجويع الذي تعرضوا له أثناء الحصار وخلال فترات التعذيب. الصبر على المقاطعة التي فرضها عليهم مشركو مكة. جزاؤهم نيل رضا الله تعالى من خلال ما جاء في نص الانطلاق. إذا إلى شفتوا نص الانطلاق، أن الله عز وجل أعد لهم أجرا كبيرا في الآخرة، أن ذكرهم ظل خالدا في القرآن الكريم من خلال ثناء الله عليهم رضي الله. إذا كان سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه سيافا، يعني يصنع السيوف ويبيعها لقريش، وفي يوم إسلامه جاء إلى عمله وكان هناك من ينتظره من قريش، فسألوه: هل أتممت صنع السيوف يا خباب؟ فقال وهو يناجي نفسه، يكلم نفسه: إن أمره لعجب. فسألوه: أي أمر تقصد؟ فقال: هل رأيتموه؟ وهل سمعتم كلامه؟ يتفجر من جوانبه الحق، ويخرج النور من بين ثناياه. فهب أحدهم مذعورا قال أو قائلا: أراك تعني محمدا؟ وهز خباب رأسه قائلا: نعم، إنه رسول الله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. كلما كلمات أفاق بعدها خباب على ردود، يعني من قال الكلمات؟ قال: نعم، إنه رسول الله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. يعني ما عقلش على راسو حتى فاق، قرص كل ردود وآلام ونزيف وغيبوبة، يعني تلقى العذاب والضرب والشتم والرفس. فكانت هذه هي البداية لتضحيات وصبر لا مثيل له. اكتشف بطولة الصحابة الأوائل رضي الله عنهم في الصبر والفداء، واتخذهم قدوة في حياتي. إذا بلغ عدد المسلمين الأوائل نساء ورجال ما يقرب 130، تعرض أغلبهم للتعذيب. ما قرأوا النصوص بشوية عليكم تفهموا مزيان، كما تشوفوا في سيدنا بلال الذي كان يعني يربط في الحر الشديد في الرمداء وقت الظهيرة. إذا أتعرف فضاء الأحداث: أقرأ النص أسفل لأتعرف البطحاء. إذا البطحاء مكة أرض منبسطة متسعة بمكة، كان يمر بها السيل فيترك بها الرمل والحصى. وجدتها قريش مكانا مفضلا لتعذيب المسلمين الأوائل، عندما يشتد الحر فيصبح الرمل والحصى لهيبا حارقا، تضاف إليه ألوان التعذيب الأخرى بالنار والجوع والعطش وبتر الأطراف والقتل. أذكر أن أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ونصره وواساه أمنا خديجة رضي الله عنها، عندما عاد إلى البيت يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. عندما نزل عليه الوحي: اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان أول من واساه واحتضنه وآمن به واتبعه أمنا خديجة رضي الله
أنا استخرج مكانة النساء في تمكين دعوة الإسلام بالتعرف أيضا على أول شهيدة في الإسلام وهي سمية بنت خياط، شفناها في السادس مع آل ياسر. كاين عمار بن ياسر وكاين ياسر وكاين سمية بنت خياط، هي زوج ياسر. إذن هذا بالنسبة لمكانة النساء. أو أذكر أن أول من آمن أمنا خديجة، كانت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فكان بإيمانها رضي الله عنها تخفيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرجع إلى زوجته خديجة فتخفف عنه وتهون عليه أمر الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خديجة بنت خويلد سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم. مكانة النساء أم هادو صحابية الجليلة سمية بن خبر، أم الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنهم، هي أول من استشهد قتل في سبيل الله، استشهد في سبيل الله من النساء، وكانت من الأوائل الذين دخلوا في الإسلام واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. نعم. إذن وقد كان المشركون قد عذبوا ضعفاء المسلمين وأنزلوا بهم أشد أنواع العذاب، ومنهم سمية وعائلتها ليردوهم عن عبادة الله، لكنهم ثبتوا وصبروا واحتسبوا. أما أبو جهل فقد قام بتعذيب الصحابية سمية تعذيبا شديدا على الرغم من ضعفها وكبار سنها، فلما رأى ثباتها وإصرارها على التمسك بدينها وترك عبادة الأصنام طعنها برمح كان بيده، فاستشهدت أمام زوجها وابنها. أبين كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أبطالا ممن كانوا ضعفاء في المجتمع نساء ورجالا، وأوثق وقائع ووثق ووثق وقائع دالة وأوثق وقائع دالة على ذلك من كتب السيرة. المهم، كانت الأرقم التي اتخذها عند الصفا هي مدرسته التي ربى فيها أصحابه. إن مفهوم الضيق لكلمة مدرسة لا يصدق على دار الأرقم، لأنها كانت في حقيقتها أكثر من مدرسة عرفها التاريخ، خرجت نخبة ممتازة من الرجال والنساء والشبان قاموا فيما بعد بأكبر تغيير أو انعطاف عالمي عرفته البشرية. هنا اللات والعزى هي من الأصنام التي عبدها العرب قبل الإسلام، بالإضافة إلى منات، وكانوا يعتقدون أن الثلاثة بنات لله. المهم الأسئلة كثيرة بزاف بزاف. صبرا لم يعهده منه سيده قبل، وهو سيدنا بلال. الرمداء شدة الحر أو الأرض أو الحجارة التي حميت من شدة حرارة الشمس. أمية بن خلف أحد رؤوس قريش وكبارهم قتل في غزوة بدر في العام الثاني الهجري على يد الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه. أضع سطرات تحت العبارات التي تدل على شدة التعذيب، وسطرين تحت ما يدل على الثبات. ما درتوش. إذا ما يدل على شدة التعذيب: الرمداء بضعة لحم وضعت لا نضجت، فيزيد عدبا أما لا فكان يقول أنا كافر باللات والعزى اللي كانت من الأصنام. أبحث في سيرة سيدنا مصعب بن عمير وسخ أنواع المحن. مهم هنا غير نعرفه أن مصعب بن عمير رضي الله عنه، أن مصعب بن عمير كان يعني شابا يعيش في النعيم، يعيش يعني في ترف، كان يلبس أحسن اللباس عندما قبل إسلامه، ولكن عندما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني طرده والده، أو طردته أمه عفوا، لأن كان يعيش مع أمه، فأصبح يلبس ثيابا بالية مرقعة حبا لله وتضحية لدين الله سبحانه وتعالى. إذا نشوف الشتوى الجملة الأخيرة اش كتقول: ودع مصعب الراحة واللذة والهناء، دخل دروب المحنة التي تصقل إيمانه وتعمق يقينه، وكان مصعب مطمئنا راضيا.
اقرأ سورة قاف واستخرج منها وصية الله عز وجل بالتزام الصبر موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته هذه، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ابحث في سيرة أبي بكر، ونشوفوا في سيرة أبي بكر إن أبا بكر كان أكثر الصحابة الذين تعرضوا لمحنة الأذى وفتنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لصحبته الخاصة به والتصاق به في مواطن الأذى، رغم أن أبا بكر من أشراف المسلمين. فلقد أوذي أبو بكر وحثي على رأسه التراب وضرب في المسجد الحرام بالنعال حتى ما يعرف وجهه من أنفه وهو ما بين الحياة والموت. العلاقة بين صبر الصحابة رضي الله عنهم وبين تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من خلال رده على سيدنا خباب، نقول احنا هذا في أول الإسلام كان أهل الإيمان في مكة مستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويصبرهم ويثبتهم ويذكر لهم أحوال المعذبين في الأمم قبلهم ويذكرهم بوعد الله تعالى لهم. المهم راح دابا هذاك الشيء كثير الدرس كثروا كتولي يبان لك، بس يكون لك شيء بسيط عوارض يجيكم سهل. إذا هذه الآية من سورة البقرة، سخي الجوائز التي خص بها الله الصابر في هذه الآية، الجوائز ماشي الجزائر، جوائز الصلوات، صلوات من ربهم ورحمة، فضل السابقين لأنهم من هذه هي فضلهم عظيم لأنهم ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقد صبروا حين الخوف والجوع. نعم، إذا صححنا ذلك الجوائز. اقتدي بالصحابة الكرام في صبرهم. 4، إذا أردت أن تقتدي بهم عندما يصيب المكروه ماذا أقول؟ أقول إنا لله وإنا إليه راجع، كما جاء في الآية الكريمة. توفي والد سمير فغلبه الأسى والحزن حتى هم بانقطاع الدراسة، وأصبحت تراوده خواطر سيئة جدا. حاول أن تنقذه مما هو فيه ببيان عاقبة الصبر من خلال استخلاص العبرة والفوائد من صبر الأولين من الصحابة رضي الله عنهم. قولوا له على سمير الاقتداء بصحابة رسول الله، ولنا في سيدنا عمار بن ياسر خير مثال، حيث صبر على استشهاد أبويه أمام ناظريه ونوصيه بالإيمان بالقضاء والقدر حتى يطمئن قلبه. جاوا أجوبة بسيطة سهلة دغيا. يقرأ سورة البروج واذكر معانيها وقارن بين قصة أصحاب الأخدود وصبر خباب. احنا ناخدو آل ياسر مع أصحاب الأخدود، ها هو حاولوا تنقصوا شوية من آل ياسر لأنه فايتين قريتوها في السادس، وعندنا واحد جوج سطور في الأخير على أصحاب الأخدود. استثمر في وديعة جديدة، اكتب بخط جميل الآية الكريمة من سورة الزمر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نديرو لها حنا بحال هكا. إذا هادو غير توجيهات لكم، وصلوا على رسول